تفضي إلى تفعيل أداء الجهاز القضائي. تتواصل المنتديات العامة حول العدالة ضمن لقاءاتها الجهوية الخاصة بالمحكمة العليا ودائرة محكمة استئناف نواكشوط الغربية، حيث قدمت خلال هذا اليوم عروض ومداخلات تناولت التنظيم القضائي والمساعدة القضائية والتعاون الدولي والقضاء والإعلام. كما تطرقت العروض والمحاور إلى تشخيص واقع العدالة وجودتها وحماية حقوق المتقاضين. الهدف من هذه المنتديات هو تشخيص واقع العدالة الموريتانية من أجل معرفة العوائق التي تعيق وتصور الحلول التي تقدمنا إلى عدالة أكثر وعدالة أقرب من المواطن وعدالة ناجزة وسريعة. الورشة اللي بدأت يوم أمس واليوم كانت تهدف اللقاء بين الجهات المعنية بالقضاء من قضاة، كتاب ضبط، محامون، وكانت هنالك عدة محاور حولها كان نقاش، وكانت الاستفادة منها على الأصح أنه كانت فيه فرصة أن كاملين نستمع الآراء الآخرين وأن مولين نأخذ في الأخير على التوصيات التي تفيدنا. نحن اليوم نلتئم في اللقاءات الجهوية الممهدة للمنتديات العامة، هذه المنتديات التي تنتهج بها الوزارة منهجية التفكير التشاركي للإجابة على سؤال كبير: أي عدالة نريد؟ ستتمخض عن هذه المنتديات وثيقة وطنية حول إصلاح العدالة، إصلاح وتطوير العدالة، ستكون منطلقا لكافة السياسات الوطنية في مجال العدالة. تم الحوار بشكل تلقائي بشكل أريحي بين جميع مكونات الحق القضائي حول هذه المنتديات بصفة عامة، وتم التطرق لهذه النقاط بصفة متسلسلة وبصفة واضحة، وكل حد وكل مشارك قال ذاك اللي ظهر له في إصلاح القضاء وإصلاح العدالة. توخى منها تشخيص واقع العدالة، المشاكل التي تعاني منها، ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل لنخرج بعدالة نريدها ونطمح إليها. ويأمل المنظمون لهذه المنتديات التي تميزت بمشاركة 150 خبيرا في المجال أن تخرج بتوصيات وتصورات من شأنها أن تسهم في تفعيل أداء الجهاز القضائي والسمو به نحو تحقيق أهدافه الشرعية. يعقوب الصوفي، الموريتانية.